هذا هو البراين، وهذول الاشخاص اللي هم سووه، وهذا هو مشروب ميسي. اي ميسي سوى هذا المشروب اللي اسمه ماز زائد، وهو طلعت اخبار وشائعات انه ميسي قلد هذا المشروب اللي هو البراين، لان البراين هذا صار له هواي وميسي جديد. فمقطعنا اليوم راح نشوف هل عصير ميسي صدق قلد البراين وشبه طعمه او لا. طبعا من ناحيه الشكل هم راح نشوف، لان صراحه هي اللي شابهون، وراح نجرب الاطعمه الموجوده اللي لقيتها متوفره بالعراق ونجاوب على هذا السؤال بالاخير، هل ميسي قلد البراين او لا. طبعا بالبدايه انت اكيد ذكي وراح تسال تقول هاي العصائر شنو، هل هو عصير يعني مشروب طبيعي يعني مثلا ذني بالبرتقال وهيك امور، او هو مشروب طاقه، لو شنو هذا بالضبط؟ طبعا ذني روح نلاحظ الهايدريشن اللي باختصار يعني حتى ما تدخون، احنا من نركض وتتعب او حتى من شمس حاره هواي عليك انت برا راح تعرق، ومن راح نعرق راح نفقد املاح، لذلك يجي هذا المشروب اللي المفروض يعني يجي يسوي يعوضك عن الاملاح اللي فقدتها انت وتركض او انت وتتمرن. بس بالحقيقه صراحه انا ما افضل هاي الامور، والطبيعي يعني احنا حياتنا اليوم يوميا وانت او كطلاب او اي شخص يعني نشرب مي، المي كافي صراحه، فحتى ما ندوخ بهالمواضيع كلها، هذا للاشخاص اللي يتمرنون ويفقدون املاح هواي من جسمهم. لذلك انا اليوم جاي بس اجرب الصراحه كلش متحمس. اول شيء خليني اعطيكم نظره هيك على هاي مال ميسي. طبعا هذا عصير ميسي مثل ما تشوفون الاول اللي بطعم ميامي بيتش بانش، ما ادري شنو الصراحه، هسه نجرب ونشوف. وهاي مكتوب ماس وميسي هذا مياته، وهنا موقع حتى صار عندكم يعني نظره، مكتوب ليو ميسي فاوندر يعني هو المؤسس. هاي بعد شنو، ها هنا محتفل ميسي وكاتب هنا انا بديت من وقت وما ادري شنو، يعني امور تسويقيه عود يعني شوفك هو ميسي. وهاي لا يكتمل نهاري الا بشرب الكوفي شوب. هسه شفناه من الخلف، هسه اجي انضوق اول واحد واللي هو مال ميسي وما ادري شنو هذا الطعام. صراحه شكله حلو احلى من الاحمر مال برايم شي على ريحه دواء رسميا، ريحه دواء. خلينا نضوق يعني، بس خفيف هيك تحسه خفيف، ما ادري زين، بس يترك طعم بالاخير بالحلق ما طيب بصراحه. هذا شباب 5 من 10 اول واحد. Muchas gracias afición, este para vosotros. هذا بالبرتقال، هذا مفروض يعني ريحته قريبا من تانج بس خفيف اخف شويه، ما ادري ليش احس العصائر كلها تحس مخففيه، يعني اكو طعم بس مو قوي خفيف. شنو هاي ساعه من اشربها راح اصير ميسي مفروض وراها؟ مكتوب ريفرش ريفايف، فيج كاتب كلها مصطلحات انجليزيه، وفيتامينات بي عود بي 3 وبي 6. صراحه ما صدق بهاي الامور، انا كلها تسويق وناس دي يسووا كلها عمد فلوس، ما حد يهتم منا شباب، كلها على الفلوس. تريد روح سوي كتاب مشروب برتقال. اعطني الكلمه ودي اقولها بس يقال، لا صعبه هذه، لو قلتها راح انسجن، خليني ساكت. هسه من مالات ميسي بقى ذني اثنين اللي هو بالليمون وبالبيري، طبعا هذا راح اخليه بالاخير لان احبه، مفروض راح احبه مفروض، لان هذا طعم احبه، فخليني اجي اسال الليمون، والصراحه من افضل اطيب من ذولا الطيب راح نخليه بالمقدمه، والله هذا شوي اطيب، خلينا نخلي حاليا هذا بالمقدمه. ميسي تضحك علينا تقلد البرايم، نفس الشكل بالضبط بالبطاله. ليمون شباب، بس مو ليمون هذا الطبيعي الصناعي، هذا شايفين ريحته شلون سينالكو، اي والله قريب على سينالكو. شنو شباب؟ والله مو انا يعني دا اسقط بين اللوحه، بس شنو هاي؟ شنو؟ بس يا اخي ما يعني مشروبات ما اشربها يوميا يعني هذا اشتريه جربه بعد ما صراحه، بس اجربه عند اليوتيوب يعني من اشوفه قدام ما راح اشتريه، ما طيبات والله ما طيبات شباب. املنا بهذا انقذ السمعه يا ليو، انقذ السمعه يا ميسي. طبعا هذا بالشنو؟ بيري كوبا وكراش، يسطروك سطر شباب، هذا حاطيكم الطعم هذا. ميسي انقذ السمعه، صدق ما شفتكم وياه. طبعا هذا شكله مثل ما تشوفون، هذا انقذ السمعه يا ليو. والله ريحته تخبل، نفس الريحه مال بيري اللي احبه، هذا صورتين لا انسى اسمه اللي قريب. هذا ممكن اشربه بس مو هواي صح، يعني مو هواي يشبه هذا بالضبط، موغو عندنا بلف موجود بحبيبيات، بس اخاف الطعم، واكو طعم هيك بالاخير احس ما ادري هل هي الاملاح، لان يمكن لان املاح بي، بس هذا طيب صراحه، هو اكو بالاخير يجي طعم ما اعرف شنو هو، بس طيب هذا صراحه 7. هذا قلنا انقذ السمعه 7، الباقيات ما ادري شنو الصراحه ما اعرف. يلا زين احسن من ولا شيء،
بس خلاص بديت ارضى بالقليل. سقف الطموحات هبط. هذني مشروبات ميسي، هسه نجي، هل هو صدق ده يقلد هذا البرايم؟ يعني هسه هاي النكهه تروبيكال بانش، هاي ميامي بانش. خليني اصور لكم اوقف. طبعا شباب هاي قدامكم، هذا مال ميسي، هذا البطل مالته وشلون هيك مدرج، باع هيك صبع يده يفوت منه. هذا مال برايم واللي هو هم مدرج. هذا طعم الميامي بانش مكتوب. هذا تروبيكال بانش، نعم بانش. نجي مثلا على الليمون، خلينا نشوف هذا الليمون مثلا. هذا مال ميسي، ليمون لايم ليج، هاي شو اسمه، هذا اسمه ليمون لايم. يعني هل تقليد؟ والله صراحه يعني البطل نفس الشيء، ما اعرف. اشوف باوع باوع باوع. فالسؤال هذا انا انت راح تجاوبوه الصراحه، اريدكم انتم تجاوبوه. هاي قدامكم البطاله مثل ما تشوفون، هل ده يقلد؟ طبعا سيعكم راح نجرب البرايم. هذا مفروض يشبه هذا، وهذا يشبه هذا، وهذا يشبه هذا. هذا لازم نسويه هسه لان ما لقيته. والله صراحه ذاك البرتقال ما لقيته. خلي اجي اجرب البرايم ونشوف الطعم. هذا البرايم طبعا مثل ما تشوفوا، طبعا ضايق انا قبل وما كان عاجبني ابد. والله صراحه البرايم اطيب هذا. خلي ارجع اذوق هسه هذا وهذا. نفس الشيء هذا مال ميسي. لا البرايم اطيب، هذا من ناحيه الاحمر البرايم اطيب، طعم اقوى تحسه طيب. ما بصراحه هذا طيب. هسه نكهه الليمون، راح نجي نجرب البرايم اول، لان البرايم ما ضقته. يا اخي ابد ما ساعد. شو البرايم اطيب. البرايم بيه طعم طيب، هذا بنكهه بالاخير ما اعرف هل اللي وصل للعراق هيك نكهته ما اعرف. شابه الحين شابه والله صراحه. بس هذا حالات اقوى شباب. هسه اول اثنين لاحظت الشيء انه هذا تحس بيه شكر اكثر. شباب هذا البرايم ب 2 جرام شكر، هذا المال ميسي وينها؟ ب 1 جرام شكر. اتوقع هذا الفرق بالحلا، يعني دام مال ميسي ده يكون اخف حلا وده هذا احلى. انا صراحه احب الحلا، فهمي انا البرايم حاليا بهذا. طبعا شباب هذا ما بيه حلا اسويه، والقلاص طبعا لازم طلع كبير، واخلي انا جايب قلاص صغير. شوفوا جايب هذا القلاص وطلع لازم استعمل القلاص كبير. نجرب هذا ونشوف. ماي ورد. شنو هاي؟ هذا اطيب. ها ميسي لو برايم برايم اطيب هواي، مو شقع. هذا مو خفيف كلش؟ هواي اطيب. هذا حلو وهذا لا خفيف. ايه حلاوة. فدمغ. ليمون. اطيب ليمون، شنو هذا مال ميسي هلا؟ مطيبه. وين عمي هذا احلى حالي حالي اكثر. لا عمي مال ميسي شنو بهوايه مو شقه ماكو هيك. يعني مال ميسي اطيب؟ بهوايه لا ما البرايم برايم اطيب. البرايم احلى مو؟ البرايم اطيب بهوايه مو شقه، حتى قلتش حتى قريت بالموجود بشكر اكثر جرام كامل بهوايه. لا مبين طعمه. قلت ممكن انا اقول لك بقى هذا ما يحب مو شكر يجوز. اي قلت له خفيف للما يحب شكر. نفس الحكي مالته بالضبط. احسه هيجي ما شباب ترى من التصور عبودي كان ما موجود. هاي عبودي قال هاي اخر رشفه. وعدتني الصراحه كعصير كليتنا اصلا مطيب. ابو الالف عندنا اطيب كذا. والله ما ينشرب يعني. يعني عبودي تخيل هذا ب 7000. وين عمي 2000؟ ما ادري ايش احسن سعر. احسن سعر 15؟ شنو تدري؟ قايله؟ ما ادري قايله؟ ما اتذكر صراحه ما ادري. يمكن قايله شباب وناسي بس هذا 15 قايله. يعني علي من لا والله يعني 2000 دينار نطيهن حتى هواي اكو اطيب نسويهن. فهل يقلد؟ ما اعرف، بس انا تسويقيا وكل شيء اشوفه اي ميسي يقلد، بس هالشيء غلط؟ ما اتوقع غلط. ليش؟ لان ميسي ممكن لعبها صح. احسن ما ينزل، انا حكيت بهذا الموضوع قبل، احسن ما ينزل مثلا اي مشروب مجرد نزله ميسي، يعني مثلا بشكل مختلف. نزل فشي يشبه فشي مشهور اصلا، هذا هم سوى ضجه هواي. فش راح يصير؟ العالم راح تحكي بيه، اوه شباب برايم وهاي، وانا واحد منهم هسه قدامكم سويت مقارنه بين البرايم ومال ميسي، حكيت مال عصير ميسي، فيروج له اكثر، الناس راح تشتري اكثر، فتسويقيا ميسي والله لعبها صح. انا ترى احب رونالدو، يعني مو تقولون متحايز لميسي. لا تنسى لايك والاشتراك وشكرا كلش على 400,000 مشترك، طبعا وصلنا 400,000 مشترك، مع السلامه.